شاكرين طرف النظام اللي سمع دعوتنا لحل المشاكل العالقة من نهاية هذه الانتخابات بطرق التفاوض، بطرق الجبار، بالطرق السلمية. هذا أول جبار كان تعرضنا فيه لطرح نظريتنا للعلاقة اللي الله تعود بيننا نحن والنظام، وكيفية تنقية الأجواء، وكيفية الوصول على شور المشوار مشوار تبادل الآراء يمكن من حل المشاكل كامل العالقة، خاصة المتعلقة بالمسلسل الديمقراطي. ويا غير مولي، هم قطاعات أخرى اتطرقنا على شي فيها، كيف حقوق الإنسان، وكيف التعايش، وكيف الأمور الاجتماعية الحادة للمواطنين. وهذا كامل رؤيتنا ولفاتنا، راكم متوافقين نحن فيها، ومعالي الوزير والنظام اللي يمثل، الحكومة اللي يمثل عنا. يا الله، نقعدوا لطاولة الحوار وتبادل الآراء، ونواصل في حل هذه المشاكل بالاستعداد من الأطراف كامل. وقلنا عن تنقية الأجواء، نبقوا إطلاق سراح جميع المعتقلين بما فيهم زميلكم أحمد الوديع على رأسه، وتوقيف جميع المتابعات القضائية ضد المعارضين اللي في الخارج، وأمور أخرى اللي تتعرض لها لجان فنية هي اللي تشرف على ذيك الاقتراحات والاقتراحات المضادة. وشكراً.